أرحب بجميع الحاضرين والضيوف، واليوم سألخص ما حدث بطريقة، أحاول تلخيص ما حدث بطريقة علمية، وحتى نربح الوقت سأحاول أن أختزل وأن أسرع بعض الشيء. يوم 7 أكتوبر، يومها تفطنت أن لأول مرة وأنا عسكري مدرس، يعني أرى مكون عسكري عربي يستعمل العلم العسكري بنسبة 100%. انتصرنا عام 73، مصر انتصرت، ولكن وقعت أخطاء يعني جعلت الانتصار يعني يكاد يتحول إلى هزيمة، ثم خسرنا في المفاوضات. ثم جاءت 2006 وتفطن العرب يومها إلى أن الحرب غير متناظرة يمكن أن نربحها إذا استعملنا العلم العسكري، وهو ما وقع في محرقة ما يسمى محرقة المركبة، وخرج جولاني منهزما من جنوب لبنان. أظن أن التاريخ المفصلي كان سنة 2006 في هذه الحرب التي خسرت فيها جولاني وخرجت مهزوما من جنوب لبنان. لما بدأت 7 أكتوبر، بدأ طوفان الأقصى، الضيف والسنوار استعملوا العلم العسكري منذ اليوم الأول بنسبة 100%. العلم العسكري ماذا يقول؟ إذا أردت أن تكون العملية ناجحة فلا بد لك من 3 عناصر. أولا الاستخبارات، يجب أن تكون استخباراتك دقيقة عن العدو وبدقة متناهية، ورأينا كيف دخلت المقاومة الباسلة إلى عمق يعني جنوب فلسطين المحتلة، ودكوا 4 حصون بدقة متناهية، كانوا يعرفون الأهداف ويعرفون أين يضربون بالضبط، وتمكنوا من أسر حتى ضباط قادة، وكانت العملية بسرعة خارقة. وهذا يحملنا الكلام على النقطة الثانية، وهي العمليات. قلنا الأولى استخبارات كانت دقيقة، ثم العمليات 5 ساعات فقط، لأنه نحن العسكريون نفتش دائما على الصدمة، والعملية كانت في 5 ساعات وبدقة متناهية وبضربة صادمة للعدو جعلته لا يفهم ما يقع. 5 ساعات قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا ورجعوا إلى قواعدهم. 3 التحضير اللوجستيك، يظهر وقتها أن الضيف والسنوار حضروا أنفسهم كما يجب. لكن لنفهم أحسن الآن ما حدث بعد أن قدم الكيان الصهيوني على احتلال، على محاولة احتلال غزة ودخول غزة يعني عن طريق البر، ماذا حدث؟ أولا لابد للرجوع للتاريخ العسكري لنفهم. إذا أرادت المقاومة أن تنتصر، وهذا ما قاله التاريخ العسكري على مدى يعني قرون، لابد من توفر 4 ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي الوازع الديني، وهنا ظهر جدا المقاومون حفاظ قرآن، والشهادة بالنسبة لهم هي أرقى ما يتمنون، عكس الصهاينة، عكس الصهاينة الذين دخلوا هذه الحرب بمعنويات منخفضة جدا، خاصة الجيل الجديد. ثانيا الوازع الوطني، وهنا القضية والتشبث بالأرض، وهذا ما لاحظناه من اليوم الأول، وهنا 2.2 مليون كان من المفروض من المعقول أن يهربوا من الحرب، ولكن ما رآه العالم أذهل الجميع، الجميع متشبث بالأرض لأنهم تذكروا ما حدث لهم سنة 48 لما غادروا أراضيهم. اليوم الغزاويون متشبثون بأرضهم مهما حدث، وهذا يعني النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي عسكريا أهم ما فهم في الموضوع هو التدريب، وأنا دربت جنود لمدة 38 سنة، وأقسم أني لم أشاهد في حياتي دقة رمايات كما رأيتها في غزة. الكل يرمي ويوثق، من الصعب والصعب جدا استعمال الأسلحة المضادة للدروع المحمولة على الكتف، يعني الار بي جي او الياسين 105 اللي هو ار بي جي محسن و107 الى اخره. هذا لم نره نحن عسكريون، نحن نقضي 4 5 سنوات لنحصل على نسبه رمايات 40 50%، لكن انتم ترون عبر قناه الجزيره الرمايات تكاد تكون 100%. يعني ان السنوار وظيف حضروا قواتهم لمده طويله جدا حتى يصلوا بهم الى هذا المستوى، اذا ليس هناك اسرار، العمليه عسكريه بحت. ثم وهو عصب الحرب هو اللوجستيك والتحضير، 8 أشهر والذخائر لم تنفذ، هذا يعني أن جهزوا أنفسهم
لحرب طويلة الأمد. إذن لما نجمع كل هذه المعطيات نرى أن انتصار المقاومة آت لا ريب فيه، واضح، يعني هذا يفسر كل ما رأيناه في القنوات التلفزية التي تنقل الأخبار مباشرة. ثم بدأت الحرب البرية، وهنا ظهر ضعف ووهن الجيش الذي كان يقال عنه أنه جيش لا يقهر. أولا أخطاء فادحة، يعني الجماعة يظهر أنهم قضوا عقدين من الزمن يقارعون أطفالا يرمون عليهم حجارة، ونسيوا أهم شيء بالنسبة للجيوش وهو الحرب التقليدية. الحروب، هل تسمعني دكتور؟ أسمعك، دعم. إذن لما دخلوا أولا كأنهم يقاتلون في حرب تقليدية، دخلوا بمزنجرات وبدبابات والنمر والمركبة، وهذا خطأ عملياتي جسيم، لأنه في قتال الشوارع هذه القوات لا تنفع، هذه القوات تصبح نقمة، تصبح أهداف سهلة بالنسبة للمقاتلين المتحصنين بالبنايات وبالأنفاق. إذن هذا ما حدث بالضبط، احنا نسميه العسكريون القتال ثلاثي الأبعاد، لأنه القذيفة تأتيك من سطح، تأتيك من نافذة، تأتيك من تحت الأرض. إذن أظهرت هذه الحرب في غزة أنهم يفتقدوا إلى أهم مقاومات الجيوش التي تقدر أن تحارب لمدة طويلة. ثم لا ننسى أن عقيدتهم بنيت منذ عام 48 على عقيدة الردع والحرب الخاطفة، ويعني أن الإسرائيليون لا يستطيعون تحمل حرب طويلة الأمد أو حرب استنزاف كما يحدث الآن في غزة. إذن كل هذه المعطيات تقول أن الانتصار الذي رأيناه من أصغر مكون عسكري عربي دل على أن هذا الجيش البعبع الذي كانوا يخوفون به هو في الحقيقة جيش تعبان، جيش خوفنا نحن العرب وردعنا في الحقيقة لنخفي الأمور يعني، ولكن حقيقته ظهرت مع مكون عسكري صغير ليس له من الأسلحة إلا الأسلحة التي تصلح للحرب غير متناظرة، وأقصد رشاشات، بندقيات على اقتحام، على أسلحة مضادة للدروع، بعض الهاونات، أسلحة الهاون الخفيف والثقيل، والصواريخ التي يستعملها ضد غلاف غزة أو ضد تل أبيب كانت هذه لها رمزية أكثر من أنها تدميرية، لأن جعلوا الشعب الصهيوني يخاف يوميا، صفارات الإنذار تدوي والشعب تحت الأرض في المخابأ. هذا له وقع كبير على شعوب قالوا لهم ستعيشون الرفاهية إلى آخره. إذن الوضع الراهن اليوم، الوضع الراهن هم يكذبون. الخسائر الإسرائيلية لابد أن نضربها في ثلاثة، هم نسوا أن هناك خبراء ينظرون لما يقول أن هناك مثلا 6000 جريح في الحروب الكل في العالم، لابد أن نقسم على ثلاثة لنجد عدد القتلى، هو يقول 600 وفي نفس الوقت يقول 12000 جريح. إذن عملية سهلة، اقسم 12000 على ثلاثة ستجد وستظهر حقائق أن عدد القتلى يفوت 4000 قتيل في الجيش الصهيوني. إذن عملية يعني واضحة جدا جدا، ويعني العلم العسكري لا يرحم. اليوم الوضع بعد 8 أشهر، هل الصوت واضح؟ واضح جدا. بعد 8 أشهر ماذا حدث؟ حدث أن الأخطاء حتى من الناحية يعني ناحية الجيوش المتقدمة لا تفهم ما يحدث. عندما يدخل أي جيش الحرب القائد يكون في يده كتاب يسمى أوردوبس، أمر عمليات، يكون فيه المهمة واضحة والأهداف العسكرية واضحة. ما سمعناه منذ 8 أشهر هي أهداف سياسية لا يمكن للعسكري أن يحققها بأي حال من الأحوال. إذن هراء وكذب وتخبط، لأنه أنا لما سمعت اجتثاث حماس، أنا جنرال وأعرف، لو أعطاني أنا قائدي قال لي اجتث حماس أقول له عمالها تخرف يا سيد الكريم، كيف؟ هل هي بصلة سأجتثها؟ كيف؟ عسكريا هناك لانجوج كلام آخر لا يمت لهذا بصلة. إذن الخطأ واضح، أمر العمليات خاطئ. كان يقول مثلا القضاء على البنية التحتية بكذا قتلى أو كذا، أو الوصول إلى لفي ماجور، يعني نقول مثلا وصول إلى قيادة حماس وتحييدها، كان يكون
عسكري، لكن ما رأيناه لا يمثل العسكرية بسلاح. أنا أرى جيشا يعني مش محترفا، العكس تماما، هو جيش يعني كأنه دخل الحرب لأول مرة في حياته، أخطأ بالجمل والتفصيل، حتى تحركاته على الميدان بكلها أخطأ. وهذا ما يفسر صيد الجنود الصهاينة مثل البط، لأني لا يمكن بحال من الأحوال أن أنا أكون عسكري قائد ويتحرك جنودي على الميدان بهذه الطريقة، طريقة غبية بالحقيقة. أنا لا أقول أكثر من هذا لأن يصلح أمورهم، نعرف أنهم يتابعونني في كل مكان، ولكن ظهر. وحتى إن تفطنوا لكلامنا، إصلاح الوضع يتطلب عشرات السنين، ليس من السهل أن تغير هيئة معناه وتدريب جنود، هذا يتطلب وقت طويل. إذن هذا الوضع الراهن، 9 ألوية 30,000 رجل يحيطون برفح، معناها 9 ألوية، ولواء منهم احتل مع الأسف أقولها محور فيلادلفيا، وضرب عرض الحائط، لا كما يظن البعض أنه ضرب بعرض الحائط كام ديفيد ويعني معاهد كام ديفيد، لا، هو خرق ما هو متعاون عليه في الجيوش العالم كله. كل دولة تحرك دباباتها على الحدود على مسافة صفر فهذا يعتبر اعتداء، ولا بد من الدولة الأخرى أن ترد الفعل. وأنا لا أفهم ما يحدث بين مصر وإسرائيل في الحقيقة، لأنه تحريك الدبابات وحده يكفي، لا معاد كيرن ديفيد ولا غيرها، يكفي أن يكون سببا لرد الفعل المباشر والمعاملة بالمثل. وإلا من يقول لك أن هذه الدبابات تخرق الحدود ويعني تقوم مرة أخرى باحتلال سيناء؟ من يضمن هذا؟ إذن هذا المشكل الكبير. إذن 3 ألوية كانت في الشمال، وأبشر الجميع ما قام به الصهاينة هو هروب، ليس ربلي، ليس انسحاب. الانسحاب المنظم ل3 ألوية يتطلب 3 أيام، لأنه كيف يتم الانسحاب؟ وحدة تسند وحدة إلى أن يخرج الجميع. الانسحاب 12 ساعة. هذا أنا عسكري أسميه هروبا من ساحة المعركة بعد هول ما حدث لهم في جباليا، لأنه هم يقللون من خسائرهم. ولا أنا أتابع وأرى ما يحدث، يعني حتى العلم العسكري أصبحوا غير قادرين على اتباعه. لما ندخل أي مكان نحن نرسل عسكريين اثنين فقط يسميان عنصر الاستطلاع، ثم تتبعها حظيرة، ثم تتبعها الكتيبة. دخلت كتيبة كلها فوقعت كلها في الفخ. أي قادة؟ أنا أريد أن أرى وجه هذا الجنرال الذي يشتغل بهذه الطريقة. يعني بصراحة تكبدوا خسائر كبيرة جدا، ولم يبقى لهم إلا سلاح الجبن، أنا أسميه سلاح الجبن. أنا دائما أتندر على زملائي الطيارين وأقول لهم أنتم لا تحتلون الأرض، أنتم ترمون من بعد 6,000 متر وتهربون. إذن ما قاموا به هو انتقام عن طريق سلاح الجو والمسيرات فقط، لكن في الأرض صدقني يا أخي الكريم تكبدوا هزائم. والمصيبة أن نتكلم عن 560,000 جندي مقابل 30,000 مقاتل، هذا المشكل. إذن الآن لخصنا أسباب انتصار المقاومة، والانتصارات راه اليوم حدثت وانتهى الموضوع، لأنه نحن العسكريون لا نرى التكتيك فقط، نرى خاصة النتائج الاستراتيجية، وهي الآن القائمة طالت وتمددت، ويلزم 50 عام 50 سنة أخرى لإسرائيل لإصلاح ما فسد. إذن لكن لا ننسى دور المقاومة اللبنانية التي ثبتت فرقتين في شمال فلسطين، يعني أن حرمت الجيش الصهيوني من إقحام فرقتين يعني تطويق غزة والعمل في غزة وربما إراحة الجنود والتداول على القتال، لأنه يعرفون أن المقاومة اللبنانية أقوى بكثير من المقاومة في غزة سلاحا، عدة، عتادا، وهو أمر مرعب. بعض القادة منهم يتوقعون حتى اجتياح للمقاومة اللبنانية لشمال فلسطين، وهذا يعني نحن العسكريون نشتغل دائما مسكون بإيبوتيز يعني فرضيات. هم وهذاك علاش لماذا ثبتوا فرقتين كاملتين في ذلك المكان وتلقوا وابل من الصواريخ وتحطمت. والأخطر من كل هو تهجير السكان. هذه المصيبة الكبرى على الكيان الصهيوني الذي وعد منظوريه بالأمن والأمان والاطمئنان والرخاء. اليوم عندنا 200,000 من الشمال نزحوا و 100,000 من الجنوب، والحالة الآن كما ترون في إسرائيل. نرجع الآن ما ينقصنا، نقطة الضعف لدى كل العرب ومع الأسف لكل حتى محور المقاومة.
لم نعطي لسلاح ولمنظومة الدفاع الجوي حقها. لابد الآن من التفكير للحصول على منظومات دفاع جوي لكل العرب ولكل محور المقاومة، ولو ندفع الغالي والنفيس، لأن لو نحصل على مثل هذه المنظومات، خاصة المنظومات البسيطة المحمولة على الكتف مثل ستينجر ومثل يعني بعض الأسلحة السويدية، وهذا موجود في السوق، لو تحصلنا عليها فلن تدخل طائرة المجال الجوي للأماكن التي تشتغل فيها المحور المقاومة، سواء جنوب لبنان، سواء فلسطين، سواء اليمن. لا بد من الحصول على مثل هذه الأسلحة، وليس صعبة، ليس صعبا، لأنه اليوم السوق مفتوحة وهناك منظومات بسيطة تحمل الكتف مثل الياسين، لكنها مدى نتاعها 6 كيلومتر وهي فعالة جدا يعني، وكل والحصول عليه ليس صعب، لكن الآن لابد أن ندفع إلى تلافي هذا النقص الذي جعل الطيران الصهيوني يدمر تقريبا غزة. إذا هذا ما حدث بسرعة. الخسائر الاستراتيجية الكبيرة، أولا سقوط نظرية الردع. أي جيش في العالم يقضي 20 30 سنة لبناء كتاب أبيض يسمى العقيدة. كل دولة في العالم لا تحترم نفسها ولها جيش منظم، لابد أن تكون لها كتاب أبيض يحوي عقيدتها كيف ستدافع عن نفسها. وإسرائيل اختارت أن تكون التخويف وامتلاك جيش، أو توهم أنها تمتلك جيش قوي جدا وله من الطيران والمدفعية وغيرها ما يردع الجميع، وقد نجحوا في ذلك إلى أن جاء يوم 7 أكتوبر، حيث أن معناها مكون عسكري بسيط يعني غلب إسرائيل، غلب هذا الجيش الذي كان يقف. إذا لابد لهم الآن من مراجعة أنفسهم، وهذا سيتطلب سنوات لإصلاح اثنين. أولا يوم 6 أكتوبر، يوم قبل يعني الواقعة، وئدت القضية الفلسطينية، نجحوا في وئدها بالتطبيع وب يعني إيهام العالم أن القضية انتهت. يوم 8 أكتوبر رجعت القضية في الواجهة وأصبحت القضية الأولى في العالم. هذه من الخسائر التي عملوا 17 سنة لوأد القضية بتطبيع وإدخال يعني، ودخلوا حتى شمال أفريقيا. لا بد بقى. كما قال الأخ الكريم، يجب أن نفرق بين الأنظمة والشعوب. الشعب المغربي مثلا من أكثر الشعوب الذين يتابعني ويحب معنى تحليلاتي، ولكن لا، نحن لا نريد أن نتكلم على موضوع القادة، يعني التاريخ سيتكلم عنه لست أنا. ثلاثة، وهذا المشكل الكبير، أول مرة تشتغل الأمم المتحدة بآلياتها، نقصد محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ضد مكون غربي. هذا لم يحدث بتاتا من عام 48 بعد نونو بارك، مستحيل باش أول مرة، رغم الضغط يعني محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تتحرك وتصدر قرارات ضد قادة غربيين ونتنياهو بالذات. إذا مشكل ضخم وتبعات كبيرة جدا. ثم أصبحت إسرائيل دولة منبوذة، 150 دولة اليوم يعني تقر بوجود فلسطين كدولة، ويعني تنأى بنفسها عن الكيان الصهيوني. ثم وأنا أعتبره شخصيا أكبر خسارة صارت للغرب، الشعوب الغربية تفطنت أن هي دول محتلة في الحقيقة. أمريكا العظمى محتلة من طرف لايباك، وانفضح الأمر وسقط القناع. أمريكا التي كانت تسمي نفسها قلعة الحرية والديمقراطية ظهر بالمكشوف أنها في يد اللوبي الصهيوني. فرنسا ظهرت في يد الكريف، ويعني انفضح والشعوب ثارت. فجأة اكتشفوا أنهم هم المحتلون ليسوا نحن يعني، وهذه مصيبة للغرب، وهذا يبشر للحدث الجلل الذي سيأتي يوم نتكلم عنه أستاذ قنديل، هو سقوط النظام العالمي الحالي وتغييره بنظام عادل ورئيسي كان في الصين، وانقلب الغرب سبا وشتما في تونس، وظهر طريق، هذا رئيس مسلم حر يسمع لشعبه، ناصر القضية الفلسطينية، وذهب اليوم ليفتح لنا يعني بابا يخرجنا من غطرسة الغرب.